ترى أسس سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس قداسة أحد الدينونة المسمى بأحد مرفع اللحم، وذلك في كنيسة القديس جورجوس في منطقة الهاشم الشمالي بعمان بحضور جموع من المؤمنين القادمين من مختلف المناطق. التفاصيل في سياق التقرير التالي. يوم صار الخلاص للعالم فلنسبح الذي قام من القبر عنصر حياتنا. يطل علينا هذا الأسبوع في تقويم الكنيسة الأرثوذكسية أحد الدينونة الذي يسمى أيضاً أحد مرفع اللحم، حيث ترأس صاحب السيادة المطران خريستوفوروس بهذه المناسبة خدمة القداس الإلهي في كنيسة القديس جورجيوس الهاشم الشمالي بمشاركة كاهن الرعية قدس الأيقونوموس عبد الله حمارنة راعي الكنيسة والشماس صفرونيوس حنا بحضور جموع من المؤمنين وأهالي المنطقة. وأشار صاحب السيادة في عدة القداس بأن كنيستنا المقدسة وضعت أحد الدينونة ليذكرنا بقدوم المسيح بمجده ليدين الأحياء والأموات قبيل بدء الصوم، وعلينا أمام هذا المشهد الرهيب مشهد الدينونة أن نتضع ونبادر لمحبة القريب، لأن الله دينونته عادلة ومحبته لا تناقض عدالته، فعلينا أن نعيش هذه الفرصة التي يعطينا إياها الله ما دمنا أحياء ونقدم توبتنا ونتلاقى مع الآخر ونحبه لكي يتمجد الله في كل واحد منا. واليوم الكنيسة الأم كنيستنا المقدسة بتضع أي أمامنا الدينونة، يوم المجيء الثاني للرب والمخلص يسوع المسيح، لأنه زي ما بنعرف ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح تجسد ولد في مغارة بيت لحم وكان هاد مجيئه الأول اللي فيه أتى لكي يدعو العالم إلى التوبة والخلاص، وافتدى العالم بدمه على الصليب، وهيك بموته أباد الموت اللي كان مستولي علينا بسبب الخطيئة اللي من أجلها طردنا من الفردوس. بقيامة المسيح وصعوده إلى السماوات أعاد طبيعتنا اللي سقطت بآدم، عادت بيسوع المسيح للفردوس، ولكنه المسيح سيأتي أيضاً بمجد عظيم ليدين العالم ويدين الأحياء والأموات زي ما منحكي في دستور الإيمان في كل صلاة منصليها. واليوم الكنيسة بتوضع أمامنا هذا المشهد الرهيب، يوم الدينونة، حتى تصحينا الكنيسة وتأكد لنا إنه نعم إلهكم إلهنا إله محبة ورحمة وطويل الأناء وعطوف ورحيم، بيحتضن كل خاطئ بالتوبة يعود إله، ولكنه في داخل هاي المحبة والرحمة في عدالة، في دينونة، وأمام هاي الدينونة كلنا منرهب.
لأن كلنا رح نمثل أمام هذا المنبر الرهيب لكي ندان. كل واحد فينا رح يوقف أمام هذا المنبر الرهيب عندما يأتي الرب والمخلص ليدين الأحياء والأموات، لما يجي أيضا بمجد عظيم من السماء وعلامة الصليب معه، والعالم كله رح يراه آتي بمجد ليدين الأحياء والأموات. وختم صاحب السيادة عظته بضرورة أن نهيئ أنفسنا لقدوم الصوم الأربعيني بالتوبة والاتضاع، متمنياً للجميع الصحة والخير والبركة والتوفيق. أبنائي، بتمنى لكم فترة مباركة اللي داخلين عليها تدريجياً، فترة الصوم الأربعين المقدس. أنتوا ورعيكم الجليل قدس أبونا عبد الله الورع التقي اللي برعاكم بكل محبة ومخافة الله. ربنا يبارككم أبنائي جميعاً، ربنا يعطينا كلنا حياة مرضية لديه، ويكون الصوم صوم الأربعين المقدس لكل واحد فينا لتقدمه الروحي لخلاصه، حتى يتمجد ربنا في كل واحد فينا. كل سنة وأنتم سلمين أبنائي. نعمة وبركة ربنا وأمنا الفائقة القداسة والقديس خارالمبوس اليوم من ناحية تذكاره هي دائما تكون معنا. أمين. بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب من أجل هذه القرابين المكرمة التي قدمت وقدسات إلى الرب نطلب من أجل أن إلهنا المحب البشر الذي تقبلها على مذبحه السماوي العقل المقدس لرائحة طيب روحاني زكي يرسل لنا عوض النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب أعضد وخلص وارحم احفظنا يا الله بنعمتك أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة من الرب نساء ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا لنفوسنا وأجسادنا من الرب نساء غفران خطايانا والصفحة عن ذنوبنا من الرب نساء الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نساء أن نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نساء أن تكون آخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نساء بعد سؤالنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس لنودع عنا أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله.